معهدك سعادة وكم قاعدير بدبادة ده قيحيدة معهدك ومعهد ديني يتربية كنبحة هبك فوقان ديغشادة ونتاقن وحبريدة أرضيدة يسارو قادستة قونتو ده علومة إسلامية إيو وحي حريلة له سيوا فقصان كتابك إيو سنة لو نفهم يفهم كسلف كي واناكسنا سي أي جهلقة وقادة نفتو ده ونحن باران مسؤولية دفافين تدعوة إسلامك إيو وحبريستة بلشادة أساس معهدك وحال أساس يكون أفر بغولية أفرتن كي هجريغا أو وافقسن لوضو كوني يسغالي طبنك مامولك معهدك وحا كرميروه مامولك معهدك فضيلة الشيخ دكتور عثمان معلم محمود وجيدوين كمعهدك كو كتربيين تبلشادة مسلمك عقيدة توسن عبادة صحيحة إيو أخلاق دوناكسن لابو كفافين تعلمي شرعي بلشدة الصوماليات مال ولي بقو إيجوغان يادو لومرسين يوهبك أو سهلاً أو كوغاري كرو سداح وفايدين تأرضي دك وحبرة معهدك إن كفلاً علوم تشرعي أفر ديارين تدعاد هير سراء أو كتابك إيه سنة ضدك وويهرة شن كشاقين تسكو حركة بلشدة يعلم دودة لح كفايدين سيقهبك وحبرة شدة إلكترونيكا يوبرها حريركة بلشدة سيدتك لو غارسيو علوم تشريعيه قيبها معهدك كو قيبت علوم تشريعيه او لوغو ديغو مادوين كلا دوان سيدا توحيدك عقيدته تفسيرك حديثك فقهك لغه العربيه سيرها اخلاق ايو آدابته لبو حلقاتك قرانك ايو علوم تيسا وحا لوغو ديغا حفظينتا قرانك هيررك كلا دوان سيدا حفظيغا هروجيدك سيتانك مراجعين ايو اجازو هل دورني ماذا معهدك؟ وحاول قاري هاي معهدك كو ديارين تبرامج تيسرية او علوم تإسلام كيو عربيك كنا سنتان عارك تشرعي او توسان لان سهلي سيدا لوغا فايديسان كرو ايادو لغو صوبانديغا يبيا علمي ايسان او كوو دير قلين ايسا هرو سعودك وحبرشادا لابو دروس اتوسو غلا سعون ايسو برامجي دو وحبرشادا اي انترنتك وقتي مناسب كواه isla duruustaasna aad heli karto iyaga oo duuban YouTube-ka, Telegram-ka iyo WhatsApp-ka si aad mar kale uga faa'iideysato. Sadax, aqbalista ardayda heerarkooda kala duwan, rag iyo dumar ba ee bulshada Soomaaliyeed. Afar, muhiimad siinta xifdinta Qur'aanka heerarkeeda kala duwan. Shan, imtixaano qoraal iyo kuwa afka ahba ee maado waliba. Lix, macallimiin heerarkooda waxbarasho sareeyo badankoodna wata shahaadooyin sare. Todobo, maamul aqoon durugsan oo loo carbiyay holwadka macahadka. Sideed, muxaadarooyin wacyigelin iyo fataawo sharci ah oo ay soo jeedinayaan culimo waaweyn. Sagaal, waxbarashada oo lacag la'aan ah. Toban, shahaadooyin la gudoonsiinayo ardayda dhamaysata macahadka. Higsiga macahadku waa heer sareyn iyo hal abuur waxbaridda iyo waxbarashada iyo hoggaaminta faafinta dacwada saxda. Hal ku dhigeenu waa barashada Allah iyo ku amal falka sharcigiisu waa sababta lagu gaaro badbaadada.